نشرت صحيفة العربي الجديد تقريراً حول المواطن الجريح محمد قمر الذي يعمل في قيادة حافلة في تعز وينقل به الركاب إلى وجهاتهم بين شوارع تعز من دون أن يستخدم قدميه المشلولتين بعد إصابته أثناء مشاركته في المواجهات مع الحوثي. يقول محمد للصحيفة إن ما دفعه للعمل هو إهمال الحكومة والسلطات المحلية للجرحى وتدهور أوضاعه المادية والمعيشية، ما اضطره للبحث عن وسيلة لكسب الرزق فاشترى الباص وأضاف عليه في إحدى الورش قطعا حديدية متصلة بدواساته حتى يسهل عليه التحكم به ويتمكن من قيادته ونقل الركاب. وفيما تعجز ساقاه عن الحركة، ويوضح قمر أنه يستخدم يديه في التحكم بالمقود وعصا القيادة ويطوف مع ركابه شوارع المدينة في مسعى منه لكسب الرزق ولقمة العيش والتغلب على الإعاقة وأثاره النفسية والبدنية ومواجهة الفقر وشدة الحاجة.